إنها الساعة 10 صباحا بساحة الجولان حسان الرباط. يثير فضول عدد من المرات توقف عربتين للترامواي والسماح لأعداد منهم بدخولها واكتشاف هذه الوسيلة الجديدة للنقل قبل شروعها في العمل بعد بضعة أشهر. كنت جاية ولقيت الناس واقفين وأنا نوقف، قالك غادي تشنو اليوم، وجيت أنا بغيت نشوف هذا الشيء. وقد بادرت شركة الترامواي رباط سلا إلى الانفتاح على الجمهور لدفعه إلى الاستئناس بوسيلة نقل جماعية أريد لها أن تساهم في حل مشكلة الازدحام بجهة الرباط. أنا من تبريكت كان كنكون جاي كان كيمشي لي 40 درهم في مركوب الطاكسي، كيدير لي الوقت ديالي كتمشي لي نص ساعة ديال الوقت مع هذاك الازدحام ديال الطاكسيات. المهم دابا الترامواي غيسهل علينا، غادي تركب غادي تجي نيشان غادي نوقف هنا حدا المحطة نيت حدا الخدمة. كنشوفوا بأنه شي مرات ما كيعرفوش الناس منين يطلعوا ولا منين غيهبطوا، كنقولوا بأنه هاد قبل ما نحلوه الاستغلال كتمكنهم انهم يتولفوا به ويعرفوا كيفاش يتعاملوا معه. وحنا هنا اوسي بحال قلت لكم هي مبادره من جوج جهات، وستتواصل المبادره الى السبت المقبل، وسيخصص يوم الغد لتلاميذ المؤسسات التعليميه في خطوه موجهه الى الجيل الجديد لاشتراكه في التعرف على احد المشاريع التي تشهدها بلاده.